شفنا البداية تمريرة اللي اتعملت من اللاعب لوديرو وانطلق من خلالها سواريز، لكن أنقذها بوجول في احتفال خاص بالمباراة رقم 100. التسديدة موسيليرا، وموسيليرا يقع في الخطأ الفاضح والخطأ الساذج ويسجل سيسك أول أهداف المباراة في هذه اللقطة. شوف أوسكار تافاريز عايز اللي يعني الأداء وعايز الثقة وعايز الفوز المعنوي، ولكن أمامنا فرناندو موسيليرا حارس لاتسيو اللي انتقل لجالاتا سراي في 2011 واللي حقق لقب الدوري التركي في 2012 والسوبر أمام النجم وسوبر ستار. هنا بقى سيسك يسدد كرة يعني ليست بالمفاجأة، ولكن يبدو موسيليرا كان يفكر في النجوم في نجوم لاروخا، وأمامنا هنا بقى الحارس أساء تقدير الكرة، ليست بكرة قوية بل في منتصف المرمى، لكن هو سوء تقدير. والكرة السريعة أمامنا هنا شوف تسديدة اللاعب سيسك فابريجاس اللي بيسجل هدفه رقم 12 في إطار مبارياته التي لعب في 2010 ووصلوا بقى إلى ما وصلوا إليه، وأصبح هذا الفريق يعني بالفرق الكبيرة في كرة القدم. انطلاقة وركل الجزاء، لكن حكم اللقاء حكم اللقاء أمامنا أدي أمامنا هنا لوديرو في هذه الكرة والتدخل الدفاعي من المنتخب الإسباني ومطالبة بركل الجزاء، لكن يشير بالاستمرار الحكم وفرصة التعادل. يسجل يسجل يسجل، روعة روعة روعة. هنا اللاعب كريستيان رودريغيز لاعب أتلتيكو مدريد، الاختراق من العمق ما بين بوجول وراموس وعدم التفاهم واضح في هذه اللقطة وفي اللقطة السابقة، وهنا بقى التعادل يأتي من كريستيان رودريغيز اللاعب اللي أمامنا هنا هو في هذه اللقطة اللي كان انتقل من بورتو لعب في بنفيكا وبي اس جي، وأمامنا هو يلعب في أتلتيكو مدريد. 5 أهداف لهذا اللاعب، وأمامنا هو كريستيان رودريغيز اختراق في العمق يهرب من رقابة ويعدي في هذه اللقطة ويمر من اللاعب بوجول. حلوة قوي من كاسريز الكرة اللي في العمق، بوجول 100 مباراة، لكن ايه غلطة بقى، ايه غلطة غلطة بايه، غلطة بألف مش غلطة بمية، غلطة بألف. هنا الرجل استلم واستدار واخترق دفاع المنتخب الاسباني و50 هدف. يأتي وراء راؤول بيحضر هذا اللقاء 44 هدف، ثم فرناندو توريس 31، وييرو ايضا الموجود النجم ريال مدريد 29 هدف، والنجم مورينتس ايضا الموجود مع ريال مدريد الفريق اللي لعب في اسباير عنده 27 هدف. هنا امامنا اسبانيا، على ذكر الاهداف بيدرو ممكن يسجل، بيدرو ممكن يسجل، بيدرو ممكن يسجل، يسجل يهرب من الرقابه، يهرب من مارتن كاسريس، يسجل بيدرو عشان يرفع من حراره اللقاء مره اخرى. ادي بيدرو رودريغيز امامنا نجم نادي برشلونه يسجل هدفه الدولي العاشر في هذه المباراه، وهدفه طبعا الجميل الملعوب في هذه اللقطه، مسجل هاتريك في تصفيات اوروبا لكاس العالم 2014، مسجل هاتريك في مره بيلاروسيا، سجل وديا في بنما 2. شوف هنا الكوره، شوف الكوره انضغط وكذا مره اتقطعت من جودن ومن لوجانو، وشوف هنا بقى من زاويه صعبه جدا، شوف الضغط العالي والتمريره حلوه يا بيكيه، حلوه يا بيكيه، جميله جميله جدا. والمره دي بقى بيدرو يسجل هدف في الدقيقة 51 عشان تبقى النتيجة 2-1. شوف زعلان زعلان هنا الأخطاء الكبيرة قوي من جودن ولوجانو، أخطاء دفاعية لهذا الحدث الكبير بعد فوز قطر بتنظيم كأس العالم. روسيا 2018 طبعا، البرازيل 2014، روسيا 2018 وقطر في 2022. وادي عندنا انطلاقة فيا 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 فيا، حط كرة حلوة قوي إلى سيس، سيس تعملها جميلة 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 على الجول، جول رائع رائع رائع. الجميل من سيسك التمريرة اللي خلف الدفاع، وينطلق بيدرو ويضعها هدية ملعوبة. ايه على الكورة، الله على الكورة، الله على التيكي تاكا، الله على الجمال، الله على بيدرو، الله على سيسك. سيسك هو اللي عملها، سيسك هو اللي بداها، وادي امامنا هنا غمزها زي ما بيغمز لنا كده بيدرو، يسجل الهدف الثالث والتاني ليه، يرفع رصيده لحضانة الهدف الدولي، لكن بيا حلوة قوي. وادي سيسك ايه على الكورة، الله 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 على التمرير. اشوف هنا بالمقاس بالمقاس ده، لو قايسها وعاملها ايه، عاملها بالسنتي. ادي فيا، وادي امامنا سيسك، يعني الحقيقه فيا ادى عمق للهجوم، العمق اللي كانوا محتاجينه، تحركات فيا تحركات مختلفه، متى كان بيلعب رائع الحقيقه. وادي امامنا هنا نجري.